وافق مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والذي يهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية وتنفيذ مبادئ ومفاهيم التنمية المستدامة ودعم الميزانية العامة للدولة بإيجاد مصادر تمويل لاستمرار تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية. بعدها جرى إخطار المجلس بالرسائل الواردة من مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن ثلاث اتفاقيات شملت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، حيث أخطر المجلس بإحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأنها. المرسوم قانون المتعلق بالبنى التحتية يعني له أهمية، وأهمية كبيرة، يعني باعتبار اليوم هو يعني مواد هي تنظم عملية تحصيل الرسوم للمستثمرين وللملاك والمضاربين في العقارات لاستحصال الرسوم البنى التحتية. ونعرف احنا هالبنى التحتية كم تكلف الدولة، وجل وقت اللي لابد ان تكون مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص الاهلي كمستثمرين في المساهمة حتى تكون الموارد المالية هذه توضع في الميزانية العامة للدولة. هذا المرسوم وفق المبادئ والأسس المبني عليه هو معني في مسألة احتساب تكلفة البنية التحتية في مناطق التعمير. أهم ما فيه طبعا هو يستثني تطبيقه على المواطنين البحرينيين في سكنهم، وكذلك في المساكن التي أيضا يملكونها ويسكن فيها أقاربهم الدرجة الأولى، وهو ينصرف يعني للأماكن التي محددة فيها يمكن مجالات الاستثمار ومجالات التطوير العقاري.